السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ طبعا امبارح كان المفروض ان انا انزل لكم فيديو، بس للأسف كنت تعبانة جدا وما كنتش قادرة اعمل اي حاجة، لا اصور ولا اعمل مونتاج ولا حتى افكر ان انا انزل فيديو او حتى اعتذر لكم عن تأخيري للفيديو. حتى انا دلوقتي بصور لكم الفيديو بتاع يوم 15، وانا راجعه لسه راجعه من الشغل، ويدوب هلحق اسجله بسرعه وانزله قبل الميعاد اللي احنا متفقين عليه. فيديو النهارده هيكون خفيف شويه، كنت بصراحه انا اتكلم عنه اكتر، بس اكتشفت ان انا عملت فيديوهات كتيره عنه. هو ازاي انكم تتخلصوا من الروائح الكريهه اللي في البق خلال الصيام. اتكلمت كتير قوي عن منتج الاسترين ده، مضمضة، مفعوله حلو جدا، مفعوله بيقعد تقريبا 6 ساعات في البق. فست ساعات لو انتوا عملتوه مثلا قبل الفجر، قبل الصلاة يعني، وقبل الامساك وكده، تقدروا تحافظوا على نظافة بقكم لمدة 6 ساعات. وطبعا لازم تستخدموا معاه معجون السنان بتاعكم المفضل. انا عن نفسي جبت ده كان كبير، وكنت قبل كده عملت لكم فيديو عن الصغير اللي انا كنت جبته ده، نعناعه اخف شويه، ما بيحرقش قوي زي التاني. الناس اللي عندها مشاكل في اللثه في الاسترين سنسيتيف، والناس اللي شايفه ان الاسترين غالي، في منتجات تانية كتيرة ارخص من الاسترين، بس انا ما اقدرش اثق فيها. الاسترين منتج طبي، الواحد ممكن يثق فيه بالنسبه للمنتجات التانية. انا جايبه العبوه الكبيره دي علشان تقعد معايا فتره اطول. الصغيرة ما كملتش معايا فترة طويلة، قعدت معايا مثلا 3 شهور ولا حاجة، فانا عايزة حاجة تعيش معايا فترة طويلة، بحيث ان انا مصرفش كتير، يعني مبقاش مثلا كل 3 شهور بصرف على علبة منتج لنظافة السنان. حاجة كمان بالنسبة ان انت ازاي تقدري تخلصي من روائح كريهة في بقك، ان انتوا ما تحاولوش تاكلوا اي حاجة فيها روائح نفاذة، وتحاولوا تاخدوا السحور اللي انا قلتلكوا عليه قبل كده اللي فيه الزبادي والخيار، هيساعد على ان البق ما يبقاش فيه روايح مش كويسة. وكمان معجون السنان ما نقدرش نستغنى عنه بعد الفطار وبعد السحور، وكمان الاسترين. في حاجة كمان، الاسترين مش بس بيعقم البق ويخلي ريحته نظيفة، لا كمان الاسترين في كذا منتج يعني ممكن كلهم بيخلوا الاسنان تتخلص من الجير بسرعه، يعني المضمضه دي بتخلي الجير ما يتراكمش على الاسنان. فدي كانت نصيحتي ليكم ازاي تقدروا تتخلصوا من الروائح الكريهه للاسنان في رمضان في الصيام. وبالنسبه للايام العاديه انا قلت لكم قبل كده في فيديوهات قبل كده، بس هعيدها لكم تاني، انكم تستخدموا الاسترين من 2 لـ3 مرات في اليوم، زي معجون السنان بالظبط، من 2 لـ3 مرات في اليوم، وان شاء الله ان شاء الله مش هيبقى فيه اي روائح كريهة ولا اي ترسبات في الاسنان. ده كان فيديو النهاردة، واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتابعوني، وبحبكم جدا جدا، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم.